وفي سياق متصل واصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وقد تمكنت الداخلية خلال ال 24 ساعة من ضبط 374 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة ال 61 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والسلع على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من خمس 20 او 25 طن من السلع الغذائيه وفي مجالي حجب وبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 25 طن اسمنت اما في مجال عدم الاعلان عن يعني الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه فقد تم ضبط ما يقرب من 21 طنا وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط أربعة واثنين قضية من بينها ثمانون قضية خبز ناقص الوزن و96 قضيه خبز غير مطابق للمواصفات، اما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومه توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 11 قضيه بمضبوطات اكثر من 297.5 طن من الاقماح المحليه.